صباح الخير. صباح النور. خير؟ لا مفيش، انا عرفت انك رايح المزرعه فقلت اجي واروح معاك. هو الكوميشن ده طولك مالك ما عجبتيش؟ انا بسالك يا اميره، العموله اللي اديتها لك ما عجبتكيش ولا ايه؟ وهتكون ضحكت عليك ازعل. انت عارف انا ما بحبش حد يضحك على الناس بتوعي، بحب الناس بتوعي يكسبوا من ورايا، بس ايديهم تتمد على فلوسي هقطعها. اسميني على المكتب، هخليهم يحضروا لي 500,000 جنيه كاش لما عماد يجي يستناني. يلا. So much, so much. ازاي تستدري؟ اطمن على بنتي. قلت لك ما تهوبيش ناحيه البيت ده. يا نديم ارجوك لازم نقعد ونتكلم بالعقل. مفيش اي كلام بيني وبينك، اطلعي بره البيت ده حالا. نديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمك في صفحه الحوادث. بلاش ابتزاز، مش عملتي محضر بضياع الدبله؟ ويا ريتني ما تهببت وسمعت كلامك. ليه؟ عشان اي حمار بيفهم هيعرف ان انا عملت المحضر ده بعد ما اكتشفت ان نسيت الدبله هناك. مش قلت لهم انها ضاعت في المكان اللي كنت سهرانه فيه؟ سيبك من المحضر، خلينا في النيابه. النيابه استدعت وليد. مين وليد؟ وليد اللي تامر قال لك عليه قبل ما يموت على طول. وايه كمان؟ وليد ده واد واطي وفي كل العبر. جالي النهارده الصبح يهددني. من الاخر كده شافنا واحنا نازلين من بيت تامر وصورني كمان بعد ما نزلتني من العربيه في الشارع. الواد ده ممكن يعاق جامد في النيابه، انا عايزه اخرسه بقرشين. النيابه لو وصلوا لي وعرفوا اننا اتطلقنا يوم الحادثة هيبقى اكبر دليل انك ظبطتني معاه، وهندخل انا وانت في سين وجيم، وعندك بقى جرايد تكتب ومواقع وفيسبوك وتويتر. يعني من الاخر يا رايح كتر من الفضايح. شوف بقى صحاب لوجي ممكن يقولوا لها ايه في المدرسة، وشغلك والعملاء بتوعك وكل الناس اللي نعرفهم. عشان كده انا فكرت كويس ولقيت اسلم حل اننا نرجع لبعض.
صدقي صحيح ده اسلم حل. ازاي كان تايه عن دماغي؟ قدام الناس بس مؤقتا يعني، لغايه ما الدنيا تهدى وكل حاجه يروح لحاله. بليز يا نديم ما تضيعش سمعتي وسمعتك عشان نشوف ايه دماغك. انا في الاخر ام لوجي بنتك. شغلتكم بقى تسيطروا على السوشيال ميديا. يعني ايه اللي حصل؟ فيديوهات مدينه تقليل اطفال الشوارع. عملت في البنت ايه يا حازم؟ عايز الناس تحس بالامل. عملت لها ايه؟ انا جايه رئيس الوزراء في خلال يومين. ازاي مش مشكله؟ مشكلتكم انتوا. اتفقنا؟ اسف انا لازم امشي. خير؟ بنتي في المستشفى ما اعرفش مالها. انا راجع. مالك يا حبيبتي؟ في حد عمل فيكي حاجه؟ حاجه بتوجعك؟ في حد ضربك؟ لا مفيش حاجه. انا كويسه. كويسه ازاي؟ امال انت هنا ليه؟ اكيد اختي وانت بتلعبي. اهدي يا ملك، البنت ما فيهاش حاجه، هي قدامك اهي. لا مش قاعده، اكيد في حاجه حصلت. ابدا، واحنا في الملاهي داخت وجات لها الكوما وجبتها على المستشفى والدكتور عمل لازم، وهي فايقه قدامك اهي. عليا انا مش عارفه ازاي خليتها تروح الملاهي اللي ملهاش اي لازمه دي. عندي حق ما خليهاش تعمل حاجه الا وهي قدام عيني. لو حابه ننقلها مستشفى الدكتور مفيد تطمني اكتر نعمل كده. مش تعرفينا يا ملك؟ دكتور حازم توفيق والد رنا، باشمهندس نديم فخري. طبعا شرفت. اهلا وسهلا. اتفضل ارتاح. ميرسي. طيب انا مضطر استاذن عشان عندي محاضرات بدري في الجامعه، هبقى اتابع معاكي في التليفون. اوكي. سلمي لي عليها اما تصحى. هو حضرتك قاعد ولا؟ قاعد. اتفضل انت شوف اللي وراك. اوكي. عموما الساعة قربت على 10 وهيمشوا كل الضيوف، مش هيفضل غير المرافق. على اذنكم. فرصة سعيدة. انا مش عارفة اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. لخبطت لك كل حاجة، بوظت لك مواعيدك، نزلتك من المكتب. أنا مش عارفة حظي معاك عامل كده ليه. كله في المستشفيات.
المهم رنا تبقى بخير. نفسي نفسي اطمن عليها واريح قلبي. مفيش حاجه في الدنيا انا عايزها غير اني اطمن عليها. ولا حاجه هماني في الحياه دي غيرها. كل اللي بطلبه من ربنا انه يخليها لي ويشفيها. لو ينفع انا اخد المرض بدلها وهي تخف انا موافقه. هتخف هتخف وهتبقى زي الفل وهتكبر وهتفرحي بيها كمان. يا رب ان شاء الله. شفت جمالها قمر؟ هي دي اغلى حاجه في حياتي. لو احتجتي اي حاجه انا موجود. من ساعة ما حكيتيلي اتنكدت، حسيت كأنها لوجي بنتي بالظبط. أنا آسفة إني نكدت عليك، يمكن عشان كده عمري ما قلتلك عن حالتها ولا عن أختي مريم. مش عايزة أضايقك بمشاكلي. أنا اتضايقت جدا جدا. بلاش كلام فاضي، رنا زي بنتي. آسفة مش موافقة. هي دي مش بنتي؟ إيه رأيك بقى لو الصور دي راحت النيابة؟ مش غريبة إن يكون في واحدة تانية معايا ونلاقي دبلتك في أوضة نوم؟ قلت لحضرتك أنا ما رحتش. أنا دخلتها دخلة على نديم ما تحلمش بيها. تصدقي أشعرت. لو عايزة تطلع من هنا عايشة امضي. دي ثروة زي اللي سابها أبوك الله يرحمه. لما تبقى في إيد أختك يبقى الشياطين هيلعبوا في دماغها تجاهك. انا ما حدش يمشي كلمته عليا. اللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي. مليم زياده ما فيش. تعرف الحرام انت؟ لا انت الملك بتنحل. انا بالنسبه لك سبع ملايكة بقى. قبلها ولا مش قبلها؟ خلينا في المهم. عملت ايه مع اميره؟ اسمه وليد منصور. هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان احنا كرجال اعمال عندنا دور نساعد بيه البلد. وانا مش كان ممكن اقول عليا وعلى اعدائي واروح اعمل له محضر في اي اسم وتبقى فضيحه بجلاجل؟ كان ممكن ولا لا؟ ما ترد عليا يا دكتور. وما عملتيش كده ليه؟ عشان بنت ناس ومتربيه. ده انا حتى خفت اروح لاي دكتور تاني او اي مستشفى ده يعملوا محضر بالاصابات اللي فيا. قلت اجي لاخوك كبير احسن يشوف حل. حل في ايه بالظبط؟ حل في اللي اخوك بيعمله معايا. ولا انت يرضيك انه يقل ادبه ويمد ايده عليا بالطريقه دي زي البلطجيه؟ في الحقيقه يا رشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقوليش انا، قول له هو. اخوك اتجنن رسمي بقى هوبليس كيس، بيتخيل حاجات ويصدقها. تصور انه بيتهمني بالخيانه. بيتهيأ له انه دخل لقاني مع راجل غريب في السرير. انا مع راجل غريب؟ تصور رشا محجوب اللي كل الناس بيحلفوا باخلاقها تعمل كده. شفت بقى جنان وصل لحد فين؟ وهو ده ما حصلش فعلا؟ بتقول انت كمان؟ صدق انا غلطان اصلا اني جات لك. استنى 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 خليني انا اعرف اتكلم يا رشا. استنى ايه؟ انت مش صدقت جنانه؟ ولا تكونوش متفقين مع بعض عليا؟ يكون هو شايف له شوفه وعايزين تخرجوني من مولد بلا حمص فقمتوا مألفين الفيلم ده. فيلم ايه بس يا رشا؟ ما تهدي بقى خلينا نعرف نتكلم بالعقل. ما بقاش عندي عقل. اخوك طياره مع الفيوزين اللي ضربه في نافوخه. بص يا مفيد، لما تشوف اخوك قول له إن اللي حصل فيا ده مش هيعدي بالسهل وهدفعه الثمن غالي. وبنتي هشوفها غصب عنه هشوفها. ولو عشيكوا الورق اللي مضاني عليه طز يبر ويشرب ميته. أنا مش فاهمة يعني كان هيجرى إيه لو كنا اتطلعنا باحترام زي الناس ما بتعمل؟ ولا هو عشان عايز يلهف اللي معايا يقوم يشوه سمعتي؟ عايز يتقي شري يرجع لي كل اللي أخده وبمنتهى الأدب والاحترام، وهو في 60 داهية مش عايزاه ومش طايقاه ولا طايقه جنانه. يا الا بقى يستلقى وعده معايا. اه
طب ايه رايك بقى في حكايه صورك اللي اتبعتت له؟ هو لحق يقولك على دي كمان؟ ما هو ده بقيه الفيلم يا دكتور، شويه صور فوتوشوب بعتها لنفسه عشان يهددني بيها وياكد لك كلامه وانه مش مجنون ولا كذاب. قول له عيب، الحركات دي مفقوسه قوي. هو مش انت برضو اللي قلت له على الولد ده اللي اسمه وليد اللي صورك بالملاية؟ بقول لك يا وليد بيه. يا دولار، تعرف الراجل اللي هناك ده؟ ماله؟ بيسأل عليك. ما انصحكش، ده عماد القط ملك السكة الشمال. يعني ايه؟ يعني اللي يسأل ليلة ما أمه ضاعت عليه. خد نصيحتي، اختفي لك يومين في أي مكان أو بخر نفسك لحد ما تشوف مزعل منه راضيه. بقول لك يا دولار، كمل جميلك معايا كده وعرفني مين اللي بعتهولي. مفيش الكلام ده يا برنس، هو هيقول لي أنا؟ شوف انت مزعل منه الكبار وحل مشاكلك معاه قبل ما توحشنا. حبيبي يا دولار. طيب مريم، بركاتك يا شيخة نادية. مين يا فهمي؟ تعالي تعالي شوفي بعينك انت، تعالي تعالي بسرعة. أهلا يا بنت أخوي، أهلا منورة، تفضلي يا حبيبتي تفضلي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. جالك كلامي وصفة ما تخيبش. يخرب بيت شكلك، هتبقى ضحينة ما شاء الله. أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي، ده أنت حماتك بتحبك. اتفضلي اتفضلي، أهلا وسهلا. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. حماتها بتحبها، دي بتموت فيها. قصدي اللي هتبقى حماتها، اللي هتبقى حماتها. طبعا بقول لك إيه، بطلي رغي وروحي اطلبي لي السندوتش اللي نفسي فيه ده. نعم؟ السندوتش الطويل الاهبل ده. اني فيهم؟ اني سندوتش؟ السندوتش البسطرمه اللي كنت نفسي فيه. عن اذنك يا حبيبتي هعمل بس تليفون صغير قد كده. أيوة. عن اذنك، عن بسرعة. اذنك حاضر بسرعه. حاضر. طب والله يا بنت اخويا حبيبتي مليكي عليا حلفان، لو اعرف انك جايه كنت جبت عجل ودبحته تحت رجليكي. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا. تاكل لقمه معايا؟ ايه؟ لا لازم تاكلي، ما ده بيت عمك، يعني بيتك، يعني انت بالذات في اي وقت تخش كده البيت ده تفتحي التلاجه وتاكلي كل اللي فيها، ده لو لقيتي فيها حاجه يعني. فهمتي يا حبيبتي؟ ولا انت ناويه تتنكي عليا زي اختك؟ مش ناويه تتنكي خالص؟ خلاص تعالي بقى تاكلي معانا لقمه كده هنيه، ماشي؟ طب ايه رايك بقى لو انت عيله صغيره ما كانش يحلالك الاكل ابدا الا وانت قاعده على حجر ده؟ وكان ابوك الله يرحمه يقول لك عيب يا بنتي، قومي خلي عمك ياكل براحته وانت ولا الدموع ولا تسمعي كلامه. ايه طبعا تلاقيكي بقى نسيتي الكلام ده كله وصدقت اختك وجريتي ورا كدبها ورا طمعها وجشعها. الو، ايوه يا طارق، خمس دقايق وتكون عندي، ابوك تعبان قوي. بقول لك ايه، يا تلحقوا يا ما تلحقوش، يلا بسرعه يا ابني لحسن حاطين ضم بقيه حياتك اللحظه دي. ايه بسرعه بقى، كلمت السندوتش جاي حالا. طارق طارق، يعني انت جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ناديه ناديه نعم ناديه. نعم في ايه؟ تعالي بسرعه يا حسين، مش مصدق اللي انا فيه. ايه يا اخويا اللي انت مش مصدق؟ مريم جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق. عشان خاطر طارق؟ عشان بس تعرف. لا عرفت، انا عرفت حاجات كتير يا نادي، عرفت عرفت. يا ما هو الحق يتقال يا بنتي، اصل مرات عمك دي
حكايه. لا حكايه حكايه واصله دي ميه من تحت التمن. وانا كمان اسال نفسي كتير اقول الله يا ولد انت عايش معاها بقالك فتره العمر عينك مزغت على واحده. انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ لا عاوز اقول يعني اقصد ان انت طيبه وانت حلال ولولاكي ما كانتش مريم جات لنا تزورنا النهارده مش كده؟ طبعا. وهو عارفه والصراحه كويسه مرات عمك دي 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 ايوه دي اول ما تقرير الخبير طلع وهي راسها وقلب في سيف تقول لا معلش نحلها ودي نحلها ودي نحلها ودي. يا ناديه اهدي بس واسمعيني مالك مش هترضى نحلها ودي. انما مريم حبيبتي الطيبه بالظبط كده يا حبيبتي تقول لي انا مش جعل مالك انا هركز على الاميره الطيبه مريم وافهمها الحكايه بالظبط. ها والله يا بنتي ومليك عليا حلفان انا بعمل ده كله عشان احفظ لك حقك انت. ايوه ما يا بنتي محدش ضامن الموت من الحياه محدش عارف النفوس فيها ايه. فهمي عنده حق يا بنتي. نفترض ان اختك لا قدر الله جرى لها حاجه حقك مش هيروح. بلاش دي جالها عريس واتجوزت طلع العريس ده نطع من اللي بيحبوا يعيشوا على قفا النسوان مش حقك انتي اتاكل كده. وانتي يا حبيبتي هتفضلي عايشه كده مش هيجيلك ابن الحلال اللي بيحبك ويخاف عليكي وساعتها بقى هتعملوا مشروع صغير مع بعض هتجيبوا فلوسه منين. وهي هتفضل العمر كله تتحكم فيكي وتيجي كل اول شهر تديكي مصروف. خدي بالك من مالك يا حبيبتي اختك دي مش سهلة. لا سهلة ايه؟ طب انا عاوزك تعقليها بس معايا شغلي عقلك كده ثانية واحدة. لو انا ابوكي ليه انا هكتب لها كل حاجة باسمها هي وانتي لا؟ ايوه يا حبيبتي عمك عنده حق مع انك يا حبيبتي عمرك ما سبتيه ابدا لكن هي خلعت على امريكا مع امها الله يرحمها. طب والله يا بنتي والله والله ومالك عليا حلفان أنا مش طمعان في فلوسكو أبداً زي ما هي بتقول. أنا كل اللي حيموتني أنا حاوس أضمن لك حقك بأي طريقة. عارفة يا حبيبتي معاش عمك ده بيقضينا وزياد. وليه بس معاشي؟ أنت نسيتي ما هي طارق. يا عارفة يا مريم ده الواد طارق بيبقى بالدولار. دي أولى مألف ريح دولار دولار أمال إيه؟ وإيه؟ بيفيد من أنا مرتبه. بنوزعه على السكان عندنا كم واحد كده. يا حبيبتي انت كنت عايزه طارق في ايه؟ جايباله ده هديه؟ لا ايه؟ مش هديه؟ لا اصل انا قلت لها هو أروبة في تصليح الحاجات دي. طب استني استني انت وهي ايه؟ ده يا مريم بتاعك انت ولا بتاع مالك؟ اصل لو 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 اللابتوب ده بتاع ملك ما يقعدش في بيتي ثانيه هطرده زي ما طردتني ولا يتفتح في بيتي. انا بقول لك بتاعك انت عينينا ليكي واللابتوب بتاعك انت انت يا سلام ده الامل كله فيك انت. شوفي العقد ده كده شفتي؟ لا وايه لسه؟ شوفي ده كده شوفي ها وايه؟ ولا العقد ده شوفي 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 شفتي؟ طيب شوفي ده بقى كمان شوفي شوفي عشان تعرفي اظن كده بقى انت اتاكدتي من الورقه والقلم يا بنتي ان اختك دي مش مظبوطه وقلبها مش عليكي وبتلعب بيكي كمان. انت يا بنت هبله ولا عبيطه؟ حد يعمل توكيل عام بيع وشراء لحد؟ مريم التوكيل ده لازم يتلغي وفورا اتصرف فورا اتصرف يا اخويا اتصرف الصبح خليك انت مستريح انا هبعت لك موظف شهر عكاري لغايه عندك فاهمه؟ هيلغي التوكيل هي تزعل شغلها من هنا والموظف ده هيخش عندك من هنا تلغوا سوا التوكيل فاهمه يا مريم ولا مش فاهمه؟ انا هبقى مستني بره معلش اعذريني يا بنتي انا مش هقدر اخش بيتكم تاني بعد ما طردتني منه شر الطرد. يا نهار ازرق توكيل عام دي زمانها بيعتك هدوم. ما
بابا. اه طارق بيه يا حبيبي. ايه في ايه؟ انت كويس؟ اصل كنت انا مفرفر شويه وتعبان بس الحمد لله شفتك خفيت. تعال ايه؟ مفيش. اقعد بقى. انا بقى كويس اهو. اقعد يا ابني اقعد، دي جاي مخصوص عشانك. اقعد سلم على بنت عمك يا طارق. ازيك يا ملك؟ ملك؟ ملك ايه؟ ملك ايه؟ يا ابني كسبتنا. دي مريم مش ملك. ازيك يا مريم؟ انا اسف. اسف؟ كسبتنا والله العظيم. انت مش قادر تفرق بين الاثنين؟ طب ملك دي شكلها يقبض، تحس انها شطانه. انما مريم بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق. اللهم احفظ لها جمالها. قولوا امين. امين. قول امين يا كابتن. امين يا بابا. امين. اللهم اسعدها كمان وكمان. قولوا امين. امين. يا سلام. ايه يا ابني في ايه؟ دي جايه مخصوص علشانك، عايزاك في خدمه. خير؟ خدمه ايه؟ بتقولها هي اسمها خير؟ خدمه ايه؟ اللابتوب بتاعها مش شغال، يا ريت تاخده كده وتشوفه فيه ايه. ها؟ وخد وقتك يا طارق. طارق خد بنت عمك جنبك كده واسالها، عشان الحاجات الالكترونيات دي بتبقى شعيرات رقيقة. شوف بقى كل سلكة راحة فين وجاية منين. خد يعني قدامك شهر شهرين، خد وقتك، ما تستعجلش، ما تعمليش فيها شاطر والكروت التصليح. باين شطارة. خد وقتك يا طارق يا ابني، الله يهديك. فرصة اهي. ها؟ فاهم؟ فرصة. انت عايز باسورد؟ انت نسيت الباسورد؟ انت مالك نسيت ولا منسيت؟ انت هتحكمها هي تعمل اللي هي عايزاه. الله، ما تعمل لها انت باسورد. في ايه يعني؟ اعمل له باسورد؟ بسيطه. بس شوف اللي بقول له خد شهر شهر، يقول لي بسيط. في باسورد بيتعمل في شهرين، ده اقل باسورد يتعمل في شهرين ثلاثه. يعني يا ريت توصل لسنه وبنت عمك جنبك كده وتشوف الباسورد ده هتجيبه منين. فاهم؟ حاضر. فاهم؟ قومي يا ناديه، انت هتنامي. قومي تعالي عشان يلا يا اخويا يجيبوا الباسورد ده براحتهم كده. ايه يا اخويا اسمه ايه؟ باسورد. باسورد. طب يلا يلا خد وقتك يا طارق. يلا يا ابني يلا يلا. وكلم بنت عمك كل شويه اسالها، قول لها دي ايه ودي ايه. افهموا يعني. ممكن تسيبني اشوف انا هعمل ايه؟ ايوه هسيبك بس تفهموا، ما تقعدش اخرس. ايه متخانق دبان وشك كده ليه؟ اتنايل شوف هتدفع ايه. ده ايه الوش ده؟ ما تتعدلي. ما كنت معدوله. انت اللي اتعوجت معرفش ليه لحد ما طبلت على دماغنا كلنا. انت مش طلعت منها؟ فكك. خرجت منها على الحميد المجيد. ابيض يا ورد، نفضلي. حتى العربيه اخدها مني. هو اللي عمل فيكي كده؟ مالكش فيه. قصر وقول عايز مني ايه، عشان دي اخر مره هتشوفني فيها. ليه كده بس؟ ليه كده؟ انت ليك عين توريني وشك بعد اللي قلته في النيابة؟ انا ما بعتكيش. تامر موبايله اللي كان عليه كل حاجة. ما تجيبليش سيرة امه، دي كانت ليلة سودة ومهببة. انت كنت عمالة تقوليلي انك ما روحتيش معاه. رحت ولا ما رحتش؟ انت مالك اصلا؟ ولا تكونش فاكر انك هتهددني بالصور اللي معاك دي؟ بيني وبينك، هي الصور اللي معايا دي كفيلة ان هي تدخلك السجن بكرة، او على الاقل هتفتح التحقيق من اول وجديد. غلطان يا روحي، التقرير طلع تامر وقع لوحده، يعني حتى لو كنا موجودين خلاص ما بقاش لي لازمة. طب جوزك بيراقبني؟ اسمه طليقك. جوزك طليقك؟ عشيقك؟ انا ماليش فيه. انا اللي ليا فيه انه بعت ورايا عماد القط، يعني ناوي على دم. امال انت كنت فاكر ايه؟ هيبوسك بعد اللي عملته؟ عملت ايه انا يعني؟ ما كفايه بقى، بطل تسوق الهبل. طب شوفي لي حل. تديني الصور اللي معاك العبوا بيها، وانت روح على قريبك اللي في تركيا، اقعد سنه ولا اتنين لحد ما الموضوع يهدى.